مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخ عزيز من مدينة سلا أو نواحي سلا إذا صح التعبير. مشاهدينا الكرام، عزيز 35 سنة، فقد البصر ديالو حوالي من كانت عنده 8 سنوات. تغيرت عنده الدنيا الماء وأصعب، رغم أنه إيمان قوي برب العالمين، كتب لرب جوج ديال الوليدات وعنده الزوجة ديالو من أروع الناس، ولكن ظروف الحياة، فقدان البصر ليس بالأمر الهين، معاناة عزيز غادي تتبعوها معايا من الأول. عزيز، عاود لي على عزيز، شكون هو عزيز؟ السلام عليكم، كنشكر خويا يوسف بعدا على تلبية النداء ديالي، الله يجازيك بخير، الله يرحم الوالدين. خويا عزيز كما تعرف، عزيز نشأ في أسرة كأية الناس، أسرة تعاني من فقر، يعني كانت الأب خدام والأم خدامة في الديور، أربعة ديال الإخوة وبنت. حنا كبرنا في أسرة عادية. بديت عزيز في الدراسة، يعني وصلت السادس ابتدائي، خرجت من المدرسة تاجأت صنعاء. كانت عندي العين، ديك الساعة عندي العين اليمنية مشات ليا، تاجأت للصنعاء. بقيت كنتعلم الصنعاء شوية بشوية، شي ديال طابيسري وشي ديال الأفرشة المنزلية. المهم تعلمت الصنعة مدة تقريبا شي 7 سنوات، 2008 مشى ليا البصر، فقدت البصر مرة. المهم عجزت عن العمل واحد تقريبا واحد المدة ديال عام، ملقيتش مساعدة من الإخوة الله يجازيهم بخير، بقاو عليا بشوية بشوية، تخرجوني من داك الاكتئاب اللي كنت دخلت ليه وداك الشيء. الحمد لله، المهم استمرت في الحياة، بقيت خدام غادي بالحياة. 2015 جاني الفكرة ديال الزواج، نتزوج بنت الناس الله يجازيها بخير. جبنا جبنيات الحمد لله، بنية واحدة عندها دابا تقريبا 7 سنين، والبنية الأخرى عندها تقريبا دابا شي عام ونص الحمد لله. المهم غاديين في الحياة، كاري كانت قاتل مع الزمان شوية بشوية، مرة كما كنطيح مرة تنوض، الحمد لله بقينا غادي بشوية بشوية. هاد الآونة الأخرى والله المستعان، العام اللي فات استعصى الأمر شوية، ما بقيت قادر باش نجيب لقمة العيش. الخدمة شوية ضعفت بزاف، الناس اللي كانوا تيساعدوا معايا في الخدمة، الناس بداو كيتلقاو شكايات من الناس، يعني هذاك السيد مكفوف ما جيبوش ليا، ما يخدمش ليا، هذاك شي انسان مكفوف. كي الحمد لله على كل حال، كاين الناس فيهم الخير وكاين الناس فيهم كما تنقول، كاين من الناس صالح ومن طالح، الله كل واحد الله يسامحه الله يجازيه بخير. حنا الحمد لله مستمرين في الحياه باش ما عطى الله. جا واحد السيد الله يجازيه بخير عطاني السكنه من العام اللي فات لهذا العام هذا، دابا حط السكنه ديالو في البيع. جاتنا الايام ديال العيد، الله المستعان، خدمه ناقصه، كاين المره السيمانه اللي ما نصور فيها حتى درهم، ما نصورهاش فيها. وبنت الناس صابر عليا الله يجازيها بخير، الله يرضى عليها، الحمد لله صابر عليا بالقليل ولا بالكثير، صابر عليا وغادا معايا في الحياه. دابا استعصت عندي القضيه شويه في السكنه، ودابا العيد هو جاي، الله المستعان، ما عنديش باش نعيد. زوجة ملي تزوجت في 2015 انا ما كنشوفش، قبلت بيا هكاك واستمرت معايا. السيده صابره معايا الله يجازيها بخير. المهم داكشي اللي كاين، صابره معايا على خدمتي، صابره معايا على المعاناه اللي كنعاني، كتعاني معايا حتى هي في صمت. سيده مو هي انسانه كتشوف عاديه، ما عندها حتى شي مشكل. قلت لكم من بعد هذا العام هذا اللي عطانا ديك السيد السكنه الله يجازيه بخير، سفليه وخات اداو ليا فيها البنيات وداك الشيء، الحساسيه جدات من حساسيه الغموليه وداك الشيء، والمراه دخلت ولات ازماتيك. الحمد لله على كل حال، المهم دار خير الله يجازيه بخير. دابا بغى السكنه ديالو، جاتني مع ايام ديال العيد، الخدمه ما كايناش، الله المستعان، هادشي اللي كاين. انا غنسولك سؤال، الجواب المبدئي ديالو انا عارفه، ولكن بغيتو تقولوا لي انت، حيت شتان بين الثرى والثريا، فرق كبير بين اللي كيحس وبين اللي كيعرف، فرق ما تتشوفش. كيفاش كتقاوم الدنيا وانت ما تتشوفش اصعب الاشياء؟ الدنيا كنقاومها بحال شي واحد داخل وسط البحر وكيدرع باجل الحياه، كنقاوم وسط في الدنيا، يعني كنعيش مع الاخوه اللي كيساعدوا معايا. راك عارف الانسان ما كيشوفش، راه كيتلقى اتهامات، كيسمع بودني، كما تنقولوا العين ما العين بصيره واليد قصيره، ما كنشوفش، الودن جايه سديتها باش ما نسمعش، يعني راه غادي نتلقى بزاف ديال المشاكل، ولكن الحمد لله صابر ومستمر في الحياه، واليقين في الله عز وجل كبير باش نعيشوا دوك الوليدات ونيسروا الامور وتمشي الحياه. حنا كلنا كل من عليها فان، حنا غادي نستمر في حياتي، يسخر الله مدى شي عطا الله. السؤال الثاني اللي عندي معاك هو، انت متبعني وكتبع الملفات اللي كندوز وما شتينيش، وكتبعنيها بالصوت، كتعرفني بالصوت. كنعرفك مزيان وكنسمع وكنتبع، انا ماشي يوم اللي كنسمع الصوت كنرسم الصوره،
ملي كنسمع الصوت ان فوا كنسمع الصوت صوره اونفاس كتجيني انا كنعيش ديك الصوره كنعيشها بداك الصوت ديك الصوره كنحقق هي هي نيته يوسف كما كنسمعو كنشوفو من القلب ديالي. الله يسترك يا ربي. يعني يا ربي الله يستر امرك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه هي قصه عزيز 35 سنه فقد البصر ديالو امور واضحه. مشاهدينا الكرام لغته الاحساس عطى فيها تحليل مستوى عالي. يقول لك انا بحاله في البحر وكندرها وما عارفش فين غادي نخرج. مشاهدينا الكرام الزوجه الله يرحم ليها الوالدين قدرات وتمكنات انها تساعده في الظرفيه الصعبه رغم صعوبه الحياه. ان النداء ارجوكم كل من ساعد الاخ عزيز اجره محسوم مع رب العالمين كما عودتكم دائما. لا صله لي الشق المالي، المساعده بين المحسنين وذاك المحتاج ارجوكم اللي قدر يساعد عزيز في الظرفيه الراهنه هو عنده معايا الواتساب وكيراسلني دائما والعفة ولم يكن له يوما ما أنه قدر يقول لي هذه الحقيقة. فمجرد من يتكلم معايا وناقشت معاه الموضوع وعرفت الصورة ديالو اللي في الواتساب وما تيشوفش قلت ليه كيفاش كتعيش وعاود لي الصعوبة رغم أنه البنتات ديالو مرات الزوجة تقاوم ولكن من أصعب الأشياء. هنا السؤال المطروح في الموضوع نعلم جيدا أن هناك مؤسسات في هذا المجال ولكن بين قوسين أو علامة استفهام إذا صح التعبير. مصطفى ساكن عطى السيد الدار الله يجازيه بخير ضيق به الحال ولا الدار ديالو غيدير البيع. هنا ما هو المآل ديال مصطفى مع الزوجة مع جوج ديال البنيتات. كل من ساعد أو ساهم فهاد الأجر أجره محسوم على رب العالمين. غادي نوضع رقم الهاتف ديال عزيز وحنا مقبلين على عيد ومقبلين على ايام ليارب بكل من ساهم مع السي عزيز اجره محسوم مع رب العالمين. مشاهدينا الكرام من اروع الاشياء انه كيميزني بالصوت ومتتبع واللي غريب هو ما يقدرش يتكلم في هذه الامور اللي قالهم لي في السابق قال لي اي فيديو ديالك نعاودوا لك القصه من الاول حتى الاخر وهذا شيء والله العظيم من اصعب الاشياء يكون حب بينك وبين الناس شانه شان عدد كبير من المغاربه ما شافونيش بيني وبينهم التلفازه. حلل وناقش من اروع الاشياء. مشاهدينا الكرام ارجوكم مره اخرى تواصل مع عزيز في الظرفيه الراهنه. من فرج ضيق احد فرج الله ضيقه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.